لو نقول محمد زواهري، لو نقول احمد عشوش. بص اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. السلفيه الجهاديه دي ظهرت لما احنا حلينا تنظيم الجهاد بعد ما عملنا وثيقه ترشيد العمل الجهادي اللي قادها سيد امام، وهو المنظر العالمي لفكر جماعات الجهاد في العالم. لا يوجد جماعه بيهزقهم وبيعتبرهم جهله، قال عليهم جهله وخونه، وقتالهم اولى من قتال الطواغيت. ووزع هذا المنشور في الحج. ليه؟ لان هم هو صاحب الفكر، ولا يوجد حق احد في العالم في كل التنظيمات دي يخرج عن فكر سيد امام ولا يستطيع. واخد بالك؟ لان سيد امام المنظر الحقيقي العالمي. هو جه معايا واتكلمنا ربما في اول تصريح تلفزيوني كان هنا في الحدث المصري، هو بقى على هذه النقاط بشكل كبير جدا. هو اتكلم بقى عن الناس دي. الناس دول اصلا يعني كما قال الله سبحانه وتعالى بني اسرائيل، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. هم دخلوا في تكفير المجتمع. وبداوا عملوا حادثه زي حادثه عاطف صدقي وحسن الالفي، وقتلوا ناس. فالراجل قال ليس هذا جهاد، وهذا لن يؤدي الغرض، لان الهدف من الجهاد تحقيق الغايه والحاجات دي. فانشقوا عليه وقالوا عليه ده هو باع دينه وكذا. ولكن احنا لما حلينا التنظيم الجهاد اللي هو القديم، راح اخترعوا اسم السلفيه الجهاديه على اساس ان نشاتهم سلفيه. ولكن هم من جهاديين في حقيقة الأمر، هم من تكفيريين. يعني أحمد عشوش ومحمد الزواهري ومرجان وكل الأسماء أنت بتسمعها دي أنا عاشرها. يمكن أنا كمان صاحب فضل عليهم كلهم، سواء اللي سفرته واللي عملت له جواز سفر واللي كذا، وأنا اللي طبع كل فكر الجهاد. عملت له جواز سفر زورته له يعني؟ كان عندي وحدة وحدة وثائق يعني مشيتهم كلهم، مطلوب القبض عليهم. اللي اقصد اقوله لك ان دول تكفير. دول بيكفروا عوام الشعب. يعني انت لا ترى فرق ما بين الجهاد الجهاديين والتكفيرين في سيناء، ترى انهم واحد. هم متوحدين الى حد كبير في الامر الثاني. ايه؟ ان السلفيه الجهاديه احمد عشوش اللي اسسها اصدر فتوى بتكفير محمد مرسي. واحد اسمه اسماعيل الشافعي. هنا في نفس المقعد اللي جلست عليه جلس الشيخ احمد عشوش وكفر محمد مرسي. ايوه. فهم من بيكفروا الاخوان. واحد اسمه احمد اسماعيل اسماعيل الشافعي تبعهم. قال ان مرسي زي اوباما زي شمير، ويجب قتله كما قتل السادات. ومحمد الزهر بيكفره. فدول اصلا تكفيريين ورموا زموا في سوبر تكفير. طب انت تجد ايه المبرر ان هؤلاء الذين كفروا مرسي هم اللي بيدافعوا عليه دلوقتي؟ ومرسي اللي طلعهم من السجون، يعني هو الذي اصدر عفوه الشهير واخرج كام يا استاذ علي؟ لا هو كثير. حقيقه الامر الحقيقه ايه بقى؟ ايه بقى سر يعني الان في البيان اللي احنا بنناقشه الان، البيانين اللي بنناقشهم، ان هم بيقولوا ضد الجيش الذي كما هم يقولون يقتل الجهادين ويقتل الناس في الميادين في الداخل هنا، يقصدوا جماعه الاخوان. ايه بقى اذا كان هم كفروهم، ايه سر هذا الهيام والدفاع عنهم واشتعال سيناء بعد عزل مرسي؟ بس ده سؤال نساله بقى في عقيده الجهاديه. اللي انا عاوز اقوله لحضرتك ان اصلا دول زي ما كفروا مرسي وبيكفروا الاخوان، وايمن الزوالي كتاب اسمه الحصاد المر جاب الاخوان تكفير من اول حسن البنا، وادانا انا اطبعه، كنت معاه في البيت عنده في بشاور، قلت له انا ما رضاش اطبعه. قال لي ليه؟ قلت له ايمن زواهري اداك الكتاب وانت في مشوار. انا قال لي انا اللي طابع كل مطبوعات الجهاد اللي بتقرا دلوقتي، انا اللي طابعها. اداني كتاب الحصاد المر، قلت له لا. قال لي قلت له انت مكفر حسن البنا، او اللي هيقرا الكتاب هيكفر حسن البنا. وانا ما اشاركش في الجريمه دي، رفضت، لان احنا اساسا مش تكفيريين. فلما هم بيكفروا المجتمع وبيكفروا محمد مرسي وبيكفروا الاخوان، ومع ذلك خد بالك هم مش اقوياء، ده عناوين بلا مضمون. اوعى تفكر ان دول عندهم 2000 مقاتل. حزب الله عنده 3000 مقاتل. ما تفكر يعني يقول لك 2000، ما فيش 2000 مقاتل، ما فيش جماعه معاها 2000. اسالني انا اللي صنعتهم، انا النساج اللي نسجت الجماعات دي. ما عندهمش 2000 مقاتل على الارض.